مشاركتي اليوم في هذا اليوم الوطني للتأجير لنعبر باسم بريد بانك وكذلك فرعه أبوكاش على استعداد كل وتعبئة كل طاقاتنا لتمكين التاجر من الولوج إلى خدمات البنكية والولوج كذلك إلى الأداء الإلكتروني، مساعدة هذا التجار لتمويل لقضاء حاجاتهم في مع المساحات الكبرى، ورابعا لتمكينهم من التحسيس والتكوين في ميدان الشمول المالي. شكرا. هذه اتفاقية إطار لشراكة استراتيجية من أجل مواكبة تجار القرب مع مجموعة أتقداو، وهنا توسيع حقيقي لفرص جديدة أمام التجار من أجل توسيع أنشطتهم وتسهيل معاملاتهم. والموقعون السيد رياض الزور وزير الصناعة والتجارة، السيد أمين نجار رئيس البريد بانك، السيد محمد عادل الشريبي مدير عام لبريد كاش، السيد عبد الحميد ياسمين مدير عام الشركة المغربية لتوزيع ونقل البضائع والإرساليات، السيد بدري حمزة مدير المشتريات عن مجموعة أتقدم. أشكر الشركاء الذين اليوم حضروا من أجل تأكيد العمل المشترك وتطوير أعمالهم. وأود هنا أن أغتنم الفرصة لأذكر بالدور المحوري والهام الذي لعبه التاجر المغربي في الاقتصاد البلاد في تاريخنا، كما هي شهادة هذه المدينة العتيقة مدينة فاس التي ترحب بنا اليوم، والتي كانت منتقى للتجارة الوطنية والقوة الدافعة لتطورها منذ قرون. إن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار المهام الواسعة الناطقة. يمكن يشتري avec واحد الثمن بريفيرونسييل، واحد الثمن ماشي هو لو فونت بوبليك، يمكن يكون كومبيتيتيف مع لي كليون ديالو. هذا لو كونت هذا يكون سوفون دون ابليكاسيون. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.